هكذا بدا الشارع التونسي، غياب شبه تام للإجراءات الوقائية بعدم الالتزام بارتداء الكمامة وعودة للتجمعات، وكأن فيروس كورونا قد رحل. بالنسبة لي وفات كورونا، مشات على روحي. ما عادش نلبس، شوف فماش واحد لابس ماسك. أخسر، فماش واحد لابس ماسك. هذا التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية أدى إلى عودة انتشار الوباء من جديد، ومنها ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات وخاصة بأقسام الإنعاش التي وصلت طاقة الاستيعاب 100% بمستشفى عبد الرحمن مامي والمستشفى الطارق بقبة المنزة التابع له، والذي تكفل أيضا بعدد من المصابين بالسلالة البريطانية. خلال الأسبوعين هذا اللي تعداه واللي احنا فيهم توا، ثم ارتفاع ملحوظ، ارتفاع في طاقة الاستيعاب للإنعاش، وصلنا توا معناتها طاقة استيعاب كاملة 100% كسوا في مامي ولا في المنزه، وبالنسبة لطاقة استيعاب الأكسجين وصلنا 45% من 25% طلعنا 45%، وبالنسبة حتى العدد الوفيات معناتها من وفاة واحدة لاثنين طلعنا حتى لثلاثة أربعة يوميا. المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا جليلة بن خليل أكدت أن الوضع الوبائي ما زال خطيرا ودقيقا. هو الوضع معناتها عنده برشا من اللي هو خطير ودقيق، أما نحن شفنا اللي فما شوية تحسن في مدة معينة هكا ما تزوجتش، خاطر عدد الحالات هبط ومن بعد قعد مستقر، معناتها قعدنا في بلاتو وتوا بدا يرجع بشوي، معناتها فما مؤشرات نتاع عوده للانتشار نتاع الوباء هذا. تسجيل اصابات جديده بالسلالات البريطانيه ومنها ارتفاع عدد البؤر الوبائيه مؤشر ينذر بخطوره الوضع الوبائي، وفق جليله بن خليل. فما برشا حالات في برشا بقايع، وذاك علاش فما بقايع اللي توقت معناتها وقعد فيها لي فايف اورلي، هذوك بالحاجات الخمسه اللي نعملوهم التقصي وال معناتها الكونفينمون ليزولمون اتسيتيرا، هذوكم اعطاو ثمارهم في بعض الحالات في بعض البقايع اللي عملنا لهم كونفينمون وحدهم، اما يلزمنا نردوا بالنا خاطر راهو الوضع ينجم يمشي ويدهور. وضع وبائي دقيق يفرض مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال بكثافة على التلقيح ضد فيروس كورونا لتطويق الوباء.